هل تعرف ما هو القرآن؟ طبعا لا تعرف، وكيف ستعرف وكل شيء حولك لا يمت للإسلام بصلة؟ لكن لا تقلق، هذا هو تعريفه، احفظه وأنشره وانفع به غيرك. القرآن هذه الكلمة مصدر قرأ، قرأ له مصادر، يقال قرأ قرأ وقراءة وقرآنا، قال ربنا سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قراءته. قال حسان رضي الله عنه يرثي عثمان بن عفان لما قتل ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أي وقراءة. والقرآن في الاصطلاح هو هذا الكتاب المنزل من ربنا على نبيه صلى الله عليه وسلم، المفتتح بالفاتحة والمختتم بالناس، وفيه لغتان الهمز وترك الهمز، يقال القرآن ويقال القرآن، وبهما القراءة، سائر القراء يقرؤون القرآن، وابن كثير المكي